بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مقرر إدارة التغيير والتطوير، المحاضرة 14، حول موضوع الثقافة التنظيمية والعمل المؤسسي بين التمكين والاستمرار. هناك 7 أركان رئيسية للعمل المؤسسي. هناك القيم والمبادئ التي يقوم عليها العمل المؤسسي. الركن الثاني هو استراتيجية المؤسسة. الركن الثالث هو الأسلوب الإداري الذي تمارسه إدارة المؤسسة والعمل داخل المؤسسة. الركن الرابع هو الهيكلية التنظيمية بالمؤسسة. الركن الخامس هو أنظمة العمل. سادسا الموارد البشرية الموجودة. سابعا المهارات اللازمة. إذن فالعمل المؤسسي لابد أن يرتكز على هذه الأركان السبعة. فإذا تناولنا القيم والمبادئ وثقافة المنظمة، فالقيم تشير للقدر والمنزلة، وتعريفها هي مجموعة أحكام ومعايير واتجاهات مركزية نحو ما هو مرغوب أو غير مرغوب. ميزان للفرد وللجماعة لتحديد ما يمكن فعله وما لا يمكن. ولذلك نقول تقييم. الأصل من قيمة وقيم هي المعايير والميزان الذي يوزن به لتحديد ما يمكن فعله وما لا يمكن، ما يسمح وما لا يسمح، يقبل أو لا يقبل. فهناك قيم نظرية، هناك قيم اقتصادية، وهناك من القيم ما يهتم بالجوانب الجمالية أو الاجتماعية والسياسية والدينية. فالقيم الدينية تتناول المعتقدات والأمور العبادية. القيم السياسية تتناول وساسة في اللغة العربية ويسوس قاد ويقود جموع الناس، غالبا ما تطلق على الأنظمة والحكومات للدول. هناك قيم هي هذه الجوانب السياسية، وجدنا قيم في الجوانب الاجتماعية وعلاقة الأفراد ببعضهم في المجتمع، والجوانب الذوقية والجمالية، وأيضا في الجوانب الاقتصادية والمعاملات الاقتصادية، وفي الجوانب النظرية وتنظير هذا الأمر. لماذا القيم في حياتنا؟ أهميتها هي على درجة عالية جدا من الأهمية، وهي أمر حتمي بل وضرورة للعلاقات الاجتماعية، فهي تمثل معنى السلوك ودلالته، كما أنها تحدد التزامات الأشخاص ودوافعهم بعيدة في مداها وعلى المدى البعيد، فهي تساعد في فهم الشخصية وتحدد أطر التعامل معها في كثير من الأحيان،
لذلك فالقيم أيضا الإيجابية تقلل نسبة الخطأ إلى حد كبير، وتساعد الإنسان في التحرر من الأنانية والذاتية التي يميل إليها بطبعه، وهي تخلق نوعا من أنواع الضبط الداخلي والخارجي. إذن فالقيم هي ذلك المعيار الذي يتعامل به أفراد المجتمع الواحد، ولها مستويات حيث تمثل القيم قوة دافعة للمؤسسة وأفرادها وتعبر عن شخصيتها وتميزها عن غيرها. حرصا من المؤسسة على أهمية القيم بتسعى لإيجاد ثقافة تنظيمية موحدة لدى جميع العاملين بها من خلال منهجية العمل وطرقه وأنماطه وممارساته، وأيضا تسعى لترسيخ ذلك في الواقع العملي كمستوى من المستويات. إذن فمستويات القيم بتمثل القيمة كما قلنا لدينا تمثل فتمثل القيمة هذا المعيار الذي يتعامل به أفراد المجتمع الواحد، قوة دافعة للمؤسسة بداخلها ولأفرادها وتعبر عن شخصيتها وتميزها عن غيرها. ولذلك المؤسسات بتسعى لأن يكون هناك ثقافة موحدة لأفراد، حتى نجد بعض المؤسسات اليابانية على سبيل المثال يكون لها نشيد وتحية وسلام مثل السلام الوطني، ويدخل في عبارات وطنية عن اليابان ولكن فيها عبارات أخرى عن الشركة وعن هدفها وغايتها ورؤيتها في سبيل صياغة ثقافة ورؤية وتقارب تلك الثقافة بداخل المؤسسة وبين أفراد. في الجدول الذي أمامنا نوضح مستويات القيم في المؤسسة. المستوى الأساسي الأول القيم الجوهرية والتي منها أن الإنسان أفضل استثمار، والتي منها التطوير المستمر ومدى وجوبه، والتي منها الدعم المتواصل والتدريب المستمر. وهناك مستوى القيم الأساسية التي منها الجودة والشمولية والتخصص، أيضا القيم البنائية الفعالية الكفاءة الإنتاجية المسؤولية والالتزام، أيضا القيم المميزة أو المميزة يصح كل منهما، مؤسسة دائمة التعلم والتجديد وتطور الأداء والإنجاز. إذن فليست كل القيم على مستوى واحد وإنما لها مسارات ومستويات. قياس ثقافة المؤسسة تعبر عن نسق من المعتقدات والقيم والمثل العليا والمبادئ والأخلاق التي يشترك فيها أعضاء المؤسسة الواحدة. مثال: في مراجعة أداء إحدى المؤسسات تبين وجود قيمة معينة لدى الإدارة أنها
لا تقبل الشكاوى الكيدية من طرف دون وجود الطرف الآخر. فكان المدير حينما يتلقى شكوى من موظف عن موظف آخر يستدعي الموظف الآخر في نفس اللحظة. هذه قيمة قد يرى البعض أنها إيجابية أو سلبية، ولكن هي فيها قيمة من العدالة والشفافية ومحاربة لما يسمى الشكاوى الكيدية أو الشلالية أحيانا، أو ومع ذلك كانت تحرص الإدارة هذه على ألا ينتهي الحوار إلا إما بحل المشكلة أو إرجاع الحقوق أو على الأقل إحداث ترضية بين الطرفين واعتاد العاملين في هذه المؤسسة على هذا النمط وعلى هذه القيمة وعلى هذه الثقافة. أيضا من الأركان استراتيجية المؤسسة التي تقوم بمثابة عقل المؤسسة. الاستراتيجية مفهوم يتضمن التخطيط المتكامل، يتضمن منهج العمل على المسار الطويل البعيد المدى. يتضمن شمولية الرؤية. إذن فالاستراتيجية لابد أن تتناول هذه المحاور الرئيسية الثلاث: تخطيط متكامل، منهجية في العمل، ورؤية شاملة. ولها مقومات أربعة رئيسية: الفكر نفسه الاستراتيجي، آليات التخطيط الاستراتيجي، الخطة الاستراتيجية الموضوعة، والإدارة الاستراتيجية. بدون الفكر الاستراتيجي لن يكون هناك خطة استراتيجية أو تخطيط استراتيجي أو عمل استراتيجي. بدون التخطيط الاستراتيجي أيضا لن يقوم للعمل الاستراتيجي قائم. إذا لم يسفر التخطيط الاستراتيجي عن وضع خطة استراتيجية أيضا، فهذا الجهد ضاع ولن يكتمل العمل الاستراتيجي. بدون وجود إدارة استراتيجية لما تم التخطيط له، فكذلك لن يكتمل هذا العمل الاستراتيجي. هناك خمسة محطات إنجاز التشبيه لوضع استراتيجية المؤسسة. في المحطة الأولى هي أشبه بمحطات القطار مثلا، محطة البدء والانطلاق. عند وضع استراتيجية المؤسسة يجب البدء بالتعريف: من نحن؟ وأين نحن الآن؟ وأين نريد أن نكون؟ وما سبب وجودنا؟ تعريف يفيد الفريق ويفيد الغير. فالتغيير الاستراتيجي يبدأ بأن أعرف من أنا وأين أكون وإلى أي الغايات أريد أن أصل. المحطة الثانية هي البحث عن الفرص، تحديد المجالات الاستراتيجية والأهداف الاستراتيجية وأولويات المؤسسة
والنتائج المتوقعة. ثم ننتقل في محطاتنا الخمس لوضع استراتيجية المؤسسة إلى محطة تحديد الأهداف، والتي يكون فيها بعد التعريف وبعد البحث عن الفرص بشكل استراتيجي إلى أهداف استراتيجية متعلقة بالبنية التنظيمية، بالفعالية، ويصح أن نقول الفاعلية أو الفعالية، والكفاءة، والموارد البشرية والتقنية، وبالمعرفة بالجمهور والبيئة المحيطة. إذن من خلال هذه المحطة ننتقل إلى وضع أكثر تفصيلا هدف، غايات، مطلوب الوصول إليها، ونهايات يجب أن نصل إليها، ولكنها أهداف استراتيجية بعيدة المدى. في المحطة الرابعة هي محطة التشغيل والتنفيذ لما تم بالمراحل الثلاثة أو النقاط الثلاثة السابقة، وهي نقل المؤسسة من عمل الخطة إلى خطة العمل، والتأكد من وجود الشروط الأساسية الخمسة والصياغة محددة للأهداف، معايير القياس، تحديد الأنشطة، تحديد الوسائل، تحديد الزمن. مرة تانية، يجب أن نحدد الأهداف بوضوح، معايير للقياس، تحديد للأنشطة، تحديد للوسائل، وتحديد للزمن. أهداف، معايير، قياس، أنشطة، ووسائل، زمن. فبعد وضع الأهداف لابد أن نضع معايير للقياس، هل وصلنا إلى تحقيق الهدف أو لا، ونحدد الأنشطة والوسائل والزمن الذي سيتاح. المحطة الخامسة وهي محطة تقويم النتائج أو تقييم النتائج، أن تضع المؤسسة معايير محددة ومؤشرات النجاح يمكن استخدامها لقياس أو وزن القيم للنتائج. خلونا نضع هنا حتى نتفق على أن تقييم مصطلح أكثر، يعني هناك اختلاف بين تقييم وتقويم. التقييم جزء من عملية التقويم، التقويم يشمل التقييم ثم تصحيح المسار. إذن التقويم يا جماعة تصحيح المسار، حتى نقول تقويم الأسنان أحيانا. محط التقييم النتائج. الركن الثالث الذي تناولناه في الأركان السبعة في بداية محاضرتنا، أسلوب ونمط إدارة المؤسسة. مفهوم أسلوب الإدارة يتضمن توجيه العملية الإدارية داخل المؤسسة، الطريقة التي بها تتم ممارسة السلطة داخل المؤسسة. وهنا يجب توضيح الفرق بين مفهوم الطريقة ومفهوم الأسلوب. لو قلنا طريقة الإدارة هو الوصف العام لكيفية الإدارة، الوصف العام الذي يدرس أكاديميا ويوصف بشكل عام، هنا أداء أو طريقة أداء الإدارة. أما الأسلوب هنا الأساليب فيها بصمة الأشخاص، فكل مدير يضع بصمته على الطريقة فتتحول إلى أسلوب. فمثلا في التدريس هناك
طريقة ورشة العمل. متى أقول أسلوب ورشة العمل؟ حينما أقول أسلوب دكتور أسامة في ورشة العمل، أسلوب دكتور فلان في ورشة العمل. إذن الأسلوب هو الطريقة، ولكن مع البصمة الشخصية للمؤدي، سواء كان مدير أو مدرب أو أستاذ، فله أسلوب. فلا يصلح أن نقول طريقة فلان، وإنما طريقة المحاضرة، طريقة المناقشة، طريقة كذا. لما نأتي لربطها بشخص معين نقول أسلوب. الأساليب والأنماط الإدارية الشائعة، لدينا أسلوب الإدارة بالأهداف، وهو أسلوب يعتمد على 6 خطوات رئيسية. أولا، تحديد الإدارة والمهام للشخص أو الوحدة الإدارية. لا يصلح أن يكون شخص بدون مهام أو وحدة بدون مهام محددة. تحديد مجالات تحقيق النتائج الأساسية. لابد أن يكون هناك مجالات معينة حتى يحدث تكامل ورؤية شاملة، ما ينفعش إن احنا نركز على جانب دون آخر. تحديد مؤشرات الأداء، لابد أن يكون هناك مؤشرات لحماية الأداء من الانحراف، وحتى لا نكتشف هذا الانحراف مؤخرا. تحديد الأهداف بوضوح، وضع خطط وبرامج العمل، الرقابة والمتابعة. هناك أسلوب الإدارة بالمشروعات، ويقوم على أساس تحويل الأهداف إلى البعيدة أو المتوسطة أو القريبة، إلى مجموعة مشروعات. في أول الأمر يجب أن نعرف أن هناك 4 مراحل رئيسية يمر بها المشروع. عند الإدارة بالمشروعات، أول مرحلة هو تعريف المشروع. ما هو المشروع الذي سنستهدف القيام به في المؤسسة؟ ثانيا، تخطيط المشروع الذي تم تعريفه، فتوضع خطة، موارد، أهداف، زمن، إمكانات، موارد بشرية، ثم تنفيذ المشروع من خلال الخطة التي تم وضعها، وأخيرا تسليم المشروع وغلقه بعد تقييمه. قد يجدد وقد ننتقل إلى مشروع آخر، ولكن مفترض بعد مرحلة التقييم والانتهاء أن يتم التسليم والوقوف على مدى نجاح هذا المشروع. أسلوب الإدارة بفرق العمل هو أحد أساليب الإدارة وأحد الأنماط. يكون فيها العمل بروح الفريق الواحد، ويكون فيها قبول الآراء المتباينة. وهنا المدير بيضرب المثل، لا يصح أن يكون المدير يدعو إلى عملية قبول الآراء المتباينة وهو لا يطبق ذلك في قبوله للآراء الأخرى. سيادة الاحترام والتعاون البناء على أفكار الآخرين،
إحلال الثقة مكان الخوف، لأن الخوف عدو أساسي لفرق العمل. وتبادل القيادة بين الأعضاء مع عدم السماح بهيمنة أي عضو، لأنها فرق عمل فلا بد أن يكون شعور كل فرد فيها أنه مسؤول عن الفريق. فلتوصيل هذا الشعور أيضا بشكل عملي يتم ممارسته لقيادة الفريق. اتخاذ القرارات بالأغلبية وبتأييد من الجميع، سواء بالإجماع أو الأغلبية، حتى بالأغلبية يجب تأييد الجميع أيضا، حتى الرافضين يجب أن احنا نتعود تنزل الأقلية على ما اتفقت عليه الأغلبية. فإذا إدارة فرق العمل أو الإدارة بفرق العمل يجب أن تتناول هذه السمات. أسلوب الإدارة المفتوح أو على المكشوف أو ما يسمى إدارة مفتوحة، هي طريقة جديدة تجبر كل عضو في المؤسسة على التركيز، على تركيز جهوده لتحقيق مزيد من الأرباح. إذن من خلال الإدارة على المكشوف بنجد أن ذلك يساعد على تحقيق المزيد من الأرباح للفرد والمؤسسة. من أهم مميزات هذا الأسلوب اطلاع الموظفين على حسابات المؤسسة وأرقامها، مؤشر لأن الإدارة هنا تستخدم هذا الأسلوب. يعرف العاملون بأن هدفهم هو تحريك الأرقام المالية بالاتجاه الصحيح. يملك الموظفون حصة مباشرة في نجاح المؤسسة، حتى إن بعض يمكن نجدها في مكاتب المحاسبة وغيره، البعض يكون بدرجة بارتنر أو شريك، وبعض الشركات تملك الموظفين نسب وتسمح لهم بتملك نسبة من الأسهم وتملك نسبة من الإدارة، وبحكم الجمعية العمومية أو غيره في الحصص، أو معنويا في أن يكون له حصة مباشرة في نجاح المؤسسة ويلمس جهده في نجاح العمل المؤسسي. هناك أسلوب الإدارة المتحررة ولتحرير المؤسسة هناك 4 خطوات. الخطوة الأولى إلغاء بعض المستويات الإدارية وتقليصها، ثم تغيير اتجاه التنظيم ورسم شبكة جديدة بحيث تكون الإدارة لا مركزية فيتحررها من عملية المركزية. ثم سرعة الإنجاز والمنافسة وتبسيط الإجراءات. رابعا تكريس السوق ليعمل لمصلحة المؤسسة، بمعنى أن المؤسسة يتم تحريرها تدريجيا من المركزية إلى اللامركزية، تبسيط الإجراءات، ضبط العمل ووتيرة العمل بالسوق ليكون ذلك في صالح المؤسسة
طبعا لكل اسلوب من هذه الاساليب المدير الذي يصلح له والمؤسسه التي تصلح له وظروف السوق المناسبه وطبيعه الصناعه التي يتم ممارستها لهذه المؤسسه. هناك اسلوب اخر هو اسلوب الاداره بالقيم والمبادئ، اسلوب يجمع بين الكم والنوع معا، حيث ترفع القيم مستوى الاداء. والإدارة بالقيم والمبادئ هناك خطوات يمكن تطبيقها في المؤسسة. واحد، الالتزام والإيمان بالقيم على مستوى القمة، لأنه لو لم يحدث على مستوى القمة فلن يصل إلى المستوى التشغيلي. اثنين، نشر هذه القيم وإعلامها للآخرين والتأكيد عليها وتعزيزها باستمرار. ثلاثة، تعليم الموظفين طرق تطبيق القيم والمهارات بعدة طرق تتناسب مع كل فئة حسب مستوى إدراكها ومستوى الإدارة. أربعة، وضع مقاييس للقيم. خمسة، التنسيق بين التنظيم والقيم. ستة، تقدير مكافأة الأداء المبني على القيم. فأسلوب الإدارة بالقيم والمبادئ مهم، وبالتالي المدير وقائد التغيير قد يستخدم أكثر من أسلوب مختلط في إدارة المؤسسة. لا نقول أن هناك مؤسسة ليس لها قيم، حتى المؤسسة التي تعيش بدون قيم في حد ذاتها هي قيم سلبية، لكن في مؤسسة تعزز من هذه العملية وفي مؤسسة لا تهتم بها. أسلوب الإدارة بالهدم الخلاق أو التحول التنظيمي. التحول التنظيمي من القديم إلى الحديث ويمر بستة خطوات. أولا، تصغير الحجم 50% من القوة العاملة مع الاحتفاظ بالإيرادات. البحث عن التوازن الديناميكي. هناك ديناميك وستاتيك. ستاتيك يعني ثابت، ديناميك متحرك، هو توازن متحرك. تنمية استراتيجية الدخول إلى السوق واقتحامه. أربعة، التمحور حول العميل، لأن العميل هو المدير الحقيقي للشركة، لأن العميل من أجله تم تصميم كل هذه الأعمال. خمسة، استئثار العملاء وحماية المؤسسة من المنافسين. ستة، الاتجاه نحو العلمية. والهدم الخلاق هو هدم بهدف تصحيح إعادة البناء. حتى تصغير القوى العاملة يمكن أن يكون بداية لعمل جديد، ولذلك نقول خلاق كبداية التدريب التحويلي للخمسين في المئة التي تم تخفيضها. أسلوب الإدارة القائم على خدمة المجتمع، الموجة الرابعة من الموجات التي تم فيها تطور الفكر الإداري بهذا الشأن للمؤسسات. من أبرز سمات هذا الأسلوب
الاهتمام بالبيئة، وإعادة استخدام الموارد الطبيعية. تحول المؤسسة من مهامها الإنتاجية إلى خدمة المجتمع، فأسلوب قائم على خدمة المجتمع ليس مجرد، لو أخذنا الجامعة على سبيل المثال، ليس مجرد تخريج دفعات، وإنما التركيز على أن تكون هذه الدفعات تخدم المجتمع. إذن هي سمة لتلك المؤسسات التي تركز في أن يكون إنتاجها متوافق مع رغبات واحتياجات المجتمع. الركن الرابع هو هيكل التنظيم الإداري وما يمكن وصفه بجسم المؤسسة. أولا، أهمية التنظيم الإداري في وضع الإطار التنظيمي لتنفيذ الخطط ولتحقيق الأهداف، أيضا في تجميع المصادر وفي وضع القواعد والإجراءات وفي إيجاد التوازن بين الأهداف والمصادر والنتائج. تنظيم إداري، ترتيب العلاقات، توزيع السلطات، المسؤوليات التي تواجه تلك السلطات، نظم الاتصالات الإدارية الصاعدة والهابطة والأفقية، الصلاحيات، التوصيف الوظيفي، الهياكل التنظيمية والخريطة التنظيمية، كل ذلك يساعد التنظيم الإداري على تحقيقه وعلى تنظيم وتوازن بين الأهداف والمصادر البشرية بالدرجة الأولى طبعا، والمادية والزمنية والجهود مع النتائج. لدينا أهداف ولدينا نتائج ولدينا مصادر نريد أن نوازن بينهم، فيتم ذلك من خلال التنظيم الإداري. فهيكل التنظيم الإداري هو ما يمكن وصفه بجسم المؤسسة، والتنظيم الإداري له هذا القدر من الأهمية. تعريف التنظيم الإداري أو هيكل التنظيم الإداري هو عملية التصميم الأساسي لعلاقات العمل، ويشمل تحديد وترتيب الوظائف وأسلوب توزيع المسؤوليات بشكل هرمي وفقا للاختصاصات. يبقى هو عملية التصميم الأساسي لعلاقات العمل، وبيشمل تحديد وترتيب الوظائف اللازمة لتحقيق هدف المؤسسة، وأسلوب توزيع المسؤوليات بشكل هرمي وفقا للاختصاصات ووفقا لتوزيع السلطات والمسؤوليات. تنظيم العلاقات هو شيء أساسي جدا في العمل المؤسسي. مواصفات التنظيم الإداري الناجح بيهدف إلى تقسيم العمل إلى مجموعات وظائف محددة، وتحديد خطوط الاتصال فيما بينها لتسهيل عملية الإدارة، ويجب أن تتوفر المواصفات الرئيسية التالية لتأمين عملية النجاح. أولا، التغطية الشاملة. ثانيا، الوضوح. ثالثا، التوازن بين الصلاحيات. رابعا، المرونة.
تغطية شاملة لكافة الجوانب المطلوبة، وضوح الأدوار، توازن بين الصلاحيات، هناك درجة من المرونة حتى لا يصاب بالجمود التنظيمي. هناك مبادئ وأساليب لإعداد هيكل التنظيم الإداري. المبدأ الأول تقسيم العمل وترتيب الوظائف. فهناك عناصر تفصيلية لذلك، الهدف الرئيسي للمؤسسة هو أولها، وهدف وجود المؤسسة أو الوظيفة الكبرى لها اللي من أجلها وجدت هذه المؤسسة. العنصر الثاني في تقسيم العمل وترتيب الوظائف هو تقسيم الوظيفة الكبرى للمؤسسة إلى مجموعات مهام رئيسية، تقسم كل منها إلى مهام فرعية وثانوية، تصنف كوحدة إدارية لها تسمية وظيفية. العنصر الثالث في تقسيم المهام هو المحاور والأبعاد الوظيفية. فبعد تقسيم العمل والقيام بتحديد الوظائف، بيبدأ ترتيب تلك الأعمال والوظائف في مجموعات متجانسة بالطريقة المتوافقة مع تحقيق أهداف المؤسسة بأعلى درجة إنتاجية. فهناك أربعة محاور تفرض نفسها على الهيكل التنظيمي الإداري، وهي المحور المهني، والمحور الجغرافي، محور المنتجات، ومحور العملاء. العنصر الرابع في تقسيم المهام هو عنصر المركزية واللامركزية. درجة المركزية واللامركزية أيضا يجب أن تتضح في عملية أو في مبدأ وفقا لمبدأ تقسيم المهام. المركزية تعني تجميع كافة المهام والوظائف ذات التخصص المهني الواحد في وحدة إدارية واحدة. أما اللامركزية هي عكس المركزية، وتعني الاستغلال الذاتي لمختلف النشاطات المقسمة على أساس المحل. لازلنا في المبدأ الأول، تقسيم المهام، تقسيم العمل وترتيب الوظائف، ولدينا العنصر الخامس فيه هو تحديد نطاق الإشراف. وهو تحديد عدد الوظائف التابعة للوظيفة الأعلى مباشرة. وإذا تحدد عدد الوظائف هيتحدد عدد الموظفين أيضا. هناك ميل فطري للمدير كإنسان لتوسيع نطاق الإشراف، لأن ذلك يعطي وزن نسبي داخل المؤسسة وأهمية نسبية له داخل المؤسسة. سادسا، المسؤولية والصلاحية والتفويض. فتحديد المسؤوليات الوظيفية في التنظيم وفقا للصلاحيات المفوضة هو الوصف المناسب لموضوع الصلاحيات والتفويض والمسؤولية. فتحديد المسؤوليات الوظيفية في التنظيم وفقا للصلاحيات المفوضة والمخولة بيكون بالشكل ده. العناصر الستة تمثل المبدأ الأول هو تقسيم العمل. المبدأ الثاني هو تصنيف الوظائف. أولا، الوظائف الإدارية والتنفيذية. فكافة الوظائف في المستويات الإدارية المتتالية مع أهمية تصنيفها إلى وظائف فنية ووظائف مهنية. يبقى تصنيف كافة الوظائف في المستويات المختلفة لتحقيق الفصل بين تحديد عملية الوظائف الإدارية والتنفيذية. وظائف المساعدين والنواب أو ما يسمى الرديف الأسيستنت.
كافة الوظائف التابعة للمسؤول في المؤسسة هي وظائف مساعدة، كما يوافق التنظيم على استخدام لقب مساعد المدير العام كمستوى وظيفي تابع لمدير دائرة معينة. الوظائف الاستشارية وظائف تحتاجها المؤسسة وتكون اتصالها مباشرة للسلطة الإدارية العليا. الوظائف المكتبية التي منها السكرتارية. الوظائف الجماعية، مجموعة من الموظفين المؤهلين والمعنيين بنتائج قراراته. إذا لدينا وظائف المساعدين والنواب، ولدينا الوظائف الاستشارية، والوظائف المكتبية، والوظائف الجماعية أيضا في هذا الجانب. المبدأ الثالث هو تحديد العلاقات الإدارية، ويشمل أولا علاقة السلطة الرئيسية المباشرة، السلطة الإدارية، وحدة الاختصاص، ووحدة الهدف لكل وحدة إدارية، ويشمل كذلك علاقة السلطة الوظيفية المهنية. وجود سلطة مهنية يساعد في حل المشاكل في المؤسسات الكبرى، وكذلك لا يتطلب إشرافا يوميا من الإدارة العامة. فريق العمل الخاص فريق متكامل وقادر على تنفيذ مهام أو مهمة محددة ومؤقت، ولديه مدير مسؤول دون أن تنقطع صلته بالمدير العام. يعني في فريق عمل خاص هو لديه صلة بالمدير العام، ولكن بيكون من ضمن المهام له مهمة إضافية ومحددة تنتهي بوقت محدد. العلاقة الإدارية المزدوجة كسلطة مباشرة بين اثنين أو أكثر، وكل منهما مسؤول مسؤولية مباشرة تجاه كل منهما أو منهم إذا كانوا أكثر من شخص. المبدأ الرابع هو رسم هيكل التنظيم الإداري، الخريطة التنظيمية. أهمية رسم الهيكل أولا يساعد في وضع خطة لتطوير الموارد البشرية من خلال رسم هذا الهيكل فقط. وضح كيف يتم التطوير البشري المتكامل. يساعد في تقسيم العمل ورقابة مستوى الأداء. يساعد في مقارنة الوظائف مع بعضها لتحقيق التوازن. رسم الهيكل الإداري أيضا يساعد على فهم خطوط الاتصال والعلاقة بين الوظائف. يساعد العاملين الجدد على الاطلاع على التركيب الإداري. وهناك طرق في عملية رسم الهيكل التنظيمي، أبرزها الطريقة الدائرية بشكل دائرة، أو طريقة عمودية تسلسل عمودي، أو طريقة الشجرة، أو المصفوفة، أو الطريقة الهرمية. مجرد بس بنتعرف، لأن المادة ليست مادة تنظيمية بقدر علاقة ذلك بالقائد الإداري أو قائد التغيير. إذا هناك مجموعة من الطرق لهذا الجانب. الهيكل التنظيمي، الهيكل التنظيمي الإداري، يجب أن يتناول أيضا مكونات رسم الهيكل التنظيمي. يجب أن يكون في تسمية وظيفية للوحدة الإدارية المميزة لطبيعة العمل، وأن يتناول أيضا عملية خطوط السلطة والمسؤولية المباشرة، وأن يتناول تسمية مستوى الوحدة الإدارية وخطوط العلاقات المهنية أو الوظيفية.
تسمية الوحدات الإدارية ووصف مهامها أشهر هذه المسميات: دائرة كذا، قسم، شعبة، وحدة، مكتب، فرع، فريق عمل، لجنة. المهم أن يكون هناك التزام بالتوصيف. مستوى إداري معين بيسمى وحدات، مستوى إداري معين إدارة، قسم، لجان، ولكل منها ما يناسبه، ولكن لابد من التسمية. الركن الخامس: أنظمة العمل في المؤسسة. مفهوم أنظمة العمل بيتناول مجموعة السياسات والقواعد والأساليب والإجراءات التي تحكم أنشطة المؤسسة لتحقيق أهداف محددة. فأنظمة العمل في المؤسسة هي تلك السياسات والقواعد والأساليب والإجراءات التي تحكم أنشطة المؤسسة لتحقق أهداف محددة. الأساليب والأنماط الإدارية الشائعة في هذا الجانب: السياسات هي المقررات والأحكام الشمولية واللوائح اللي تعتمدها الإدارة العليا في المؤسسة. نستخدم القواعد والأساليب، أسس ومبادئ ثابتة تتعلق بنشاط معين وتنبثق من السياسات وتنطبق على الإجراءات. نستخدم لفظ الإجراءات، هي سرد للخطوات الإجرائية المطلوب اتباعها والتقايد بها لتنفيذ أهداف المؤسسة. فما هي الخطوة؟ لو تلاحظوا يا جماعة، واحنا بنتكلم على مقررات تنقلنا إلى القواعد، القواعد تتحدث عن الإجراءات، الإجراءات تتحدث عن الخطوات، الخطوات هي عملا مسؤولا في سلسلة العمليات التي يتكون منها الإجراءات. في العمل الإداري هناك سياسات، هناك قواعد، هناك إجراءات، وهناك خطوات. تناولنا مفهوم الصلاحيات في المؤسسة، ترتبط مباشرة بالوظائف وتمارس من قبل الأشخاص المعنيين رسميا فقط. بدا أن يكون صالحا لاتخاذ قرار معين بشكل رسمي. لا يجوز ولا يجب استخدام الصلاحية لأغراض شخصية. يتم إثبات ممارسة الصلاحية بالتوقيع أو الختم والاسم الكامل لإثبات الصلاحية. بعض الناس لديه حساسية من استخدام الاسم، بعض الناس يستخدم توقيع لا هو مسجل ولا هو موضح للاسم والصفة، فلا بد أن يكون هذه التركيبة بشكل رسمي. المشرف على الإنتاج فلان الفلاني وتوقيع وله فورمة معينة وربما أضاف إليه التاريخ. أما أن يكون هناك علامة معينة لا توضح صفته ولا اسمه ولا تاريخ هذا الاعتماد إلا إذا كان التاريخ موجود في المعاملة نفسها، ده لابد أن يكون هناك ممارسة الصلاحية بالصفة والتوقيع والاسم. في حالة غياب المقول بالصلاحية تعود للمسؤول الأعلى مباشرة، وليس واحد من الفريق، تعود للمسؤول الأعلى إلا إذا كان هناك اعتمادا لنظام معين بوجود رديف رسمي أو نائب رسمي ومعتمد من الإدارة العليا. إذا الصلاحية تمنح من الإدارة العليا حتى لو كان رديف، لابد أن يكون من الإدارة العليا أو من صاحب الصلاحية هو من يفوض أو يخول استخدام هذه الصلاحية. الركن السادس هو الموارد البشرية. فمفهوم الموارد البشرية بيتناول عنصر الإنتاج الأساسي والمهم ويضم كافة العاملين في المؤسسة. يبقى الموارد البشرية هي عنصر من عناصر الإنتاج اللي هي الأرض ورأس المال والعمل.
العمل هو العنصر المهم في عملية الإنتاج. الأرض ورأس المال وحدها لن تعمل بدون الموارد البشرية أو ما يشار إليها بعنصر العمل. إدارة الموارد البشرية بتعني توظيف وقيادة العاملين لتحقيق أهداف المؤسسة، وتشمل الاستقطاب والاختيار والتعيين وأشياء أخرى كالتدريب وغيره. فإذا إدارة الموارد البشرية بتشمل تنمية وتطوير بالتدريب ونحو لهؤلاء العاملين، وليس مجرد الاستقطاب والاختيار والتعيين. مفهوم تنمية الموارد البشرية الذي تناولناه منذ قليل إعداد وتهيئة القوى البشرية التي لم تدخل سوق العمل بعد لكي تصبح قوة العمل قادرة على القيام بالمهام الإنتاجية. يبقى إدارة الموارد البشرية هناك تنمية خارج المؤسسة وتنمية داخل المؤسسة بالتطوير والتدريب وخلافه. فلا بد أن يعي قائد التغيير والمدير وعملية التمكين والتفويض، والتمكين درجة أعلى من التفويض كما قلنا، لهؤلاء العاملين بحيث نصل إلى درجة أعلى من الولاء ودرجة أعلى من العطاء للمؤسسة تحقق إنجاز أفضل. هناك وظائف إدارية إدارة الموارد البشرية بتشمل مجموعة من الوظائف، وظيفة توصيف هذه الوظائف، اتنين تحليل وتقييم الوظائف، ثلاثة الاستقطاب والاختيار، أربعة تقييم كفاءة الأداء، خمسة التدريب والتطوير، ستة تطوير المسار الوظيفي، سبعة التحفيز والتشجيع. قد يكون معها الثواب والعقاب، والتحفيز والتشجيع أو الثواب والعقاب أو التحفيز والترهيب أحيانا، ولكن هي ضمنيا ممكن أن تفهم. الركن السابع المهارات اللازمة للمؤسسات. مفهوم المهارات وأهميتها، يجب التنمية البشرية تقوم بتحويل مواصفات الفرد ومهاراته الفعلية إلى المواصفات والمهارات المطلوبة والمحققة لأهداف المؤسسة، وتمر بمجموعة من المراحل. واحد تطوير وتنمية المعارف والمعلومات هو المجال الذهني. اتنين تنمية وتطوير القدرات والمهارات وهو المجال العملي. ثلاثة تطوير وتنمية الاتجاهات والدوافع وهو المجال الوجداني. أربعة تطوير وتنمية القيم والمعتقدات وهو المجال السلوكي. وهناك بعض المؤسسات يدخل الفرد فيها للعمل ويخرج بعد عدة سنوات إلى جهة أخرى ولا يكتسب أي من هذه مجالات التطوير والتنمية. لابد من تطوير وتنمية المجال الذهني والعملي والوجداني والسلوكي. اتنين دور التعليم والتدريب في تنمية المهارات. الاحتياجات التدريبية هي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسة، الاحتياجات الخاصة بالفرد، الاحتياجات الخاصة بالوظيفة. فالفرد داخل المؤسسة يحتاج إلى تدريب لأمور خاصة بالمؤسسة، وإلى تدريب لأمور تخصه هو شخصيا، وإلى تدريب في أمور خاصة بالوظيفة لتكون في شكل منظومي كما قلنا في هذه الشريحة في المجال الذهني والعملي والوجداني والسلوكي. إذا رجعنا لهذه الشريحة مرة أخرى، حينما نطور المجال الذهني قد تكون أمور خاصة بالمؤسسة أو للفرد أو للوظيفة.
كما يجب أن يتناول ذلك ببرنامج التدريب. أنواع المهارات المطلوبة للمؤسسة الفاعلة: هناك مهارات قيادية في قيادة العمل، وهناك مهارات إدارية، وهناك مهارات إنسانية ومهارات شخصية ومهارات تكنولوجية. وقائد التغيير الذي يكون على رأس برنامج التغيير وعلى رأس برنامج التطوير والقيادة والإدارة يجب أن يتسم بمجموعة من تلك المهارات القيادية والإدارية والإنسانية والمهارات الشخصية في التعامل، وحد مناسب من المهارات التكنولوجية يختلف بحسب مجال طبيعة المؤسسة ومجال المستوى الإداري لرئيس الفريق أو القائم بقيادة التغيير. هناك نختم بأمثلة عملية لتوجهات حديثة لمنظمات المستقبل. هناك توجه حول المؤسسة المتعلمة، وهناك توجه حول المؤسسة النوعية، وهناك توجه نحو المؤسسة المهندرة، إعادة هندسة وإعادة هيكلة وهندسة الموارد البشرية، وهناك توجه نحو المؤسسة الإنسانية والمؤسسة المتميزة والمؤسسة العالمية. فالمؤسسة كما توصف بأنها شخصية اعتبارية فأخذت بعض الصفات التي توصف بها الشخصيات الحقيقية، كأن تكون متعلمة أو نوعية أو إنسانية أو متميزة أو عالمية. وبالشكل ده ممكن نكون وصلنا لنهاية محاضرتنا 14، وبتكتمل معانا صورة القائد الإداري في مؤسسة يكون فيها التمكين، في مؤسسة هو يحترف فيها عملية القيادة الإدارية وفي عملية الإدارة ويستخدم أدواتها واستراتيجياتها وأساليبه في تطبيقه لهذه الطرق والأنماط والاستراتيجيات، ويكون ملم بالخلفيات الإدارية التي تناولناها من إجراءات والاستراتيجيات والقواعد واللوائح والسياسات وغيرها. ونختم بهذا الشكل هذه المحاضرة، ونلتقي في محاضرة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.